الثامنة والنصف بالتوقيت العالمي الموحد مسائية الأربعاء من قناة الوطنية، نستهلها بأبرز العناوين. موريتانيا تشارك في منتدى الإعلام الإفريقي. وزير الصحة الموريتاني يزور البعثة الطبية الإماراتية المعروفة بنبضات. المركز الموريتاني للإعلام والتنمية ينظم ندوة بمناسبة انطلاق أنشطته. وفي مسائيتنا تتابعنا أيضا وزير الخارجية في مساءلة برلمانية حول السجين الصلاحي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حضراتكم تفاصيل مسائيتنا لهذا اليوم. تحتضن مدينة مراكش المغربية منتدى الإعلام الإفريقي، وتشارك موريتانيا في المنتدى الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء ويستمر لمدة 3 أيام. يمثل موريتانيا في هذا الحدث وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني محمد رمين وللشيخ، الذي غادر نواكشوط فجر اليوم متوجها إلى المغرب. ويناقش هذا المنتدى الذي يقام بالتعاون بين وزارة الاتصال المغربية ومنظمة الإسلامي عدة قضايا تتعلق بإبراز الصورة الإيجابية لإفريقيا بعيدا عن الصورة النمطية التي تعطيها بعض وسائل الإعلام الأجنبية. ويشارك في الملتقى 400 مدعو يمثلون الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وبعض الدول الإفريقية، وممثلون عن المنظمات المالية والإقليمية والدولية، وجمع من الصحفيين المتخصصين في القضايا الاقتصادية. اطلع وزير الصحة أحمد دو الحدمين والجلفون صحبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد في بلادنا عيسى عبد الله مسعود الكمباني اليوم الأربعاء بمقر جناح المركز الوطني لأمراض القلب بمستشفى الشيخ زايد بن واكشوط. اطلع على عمل البعثة الوطنية الطبية أو البعثة عفوا الطبية الإماراتية المعروفة بنبضات، التي تقوم حاليا بإجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال بالمركز. وتقوم البعثة الطبية من مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية التي تزور بلادنا من 11 وحتى 18 من الشهر الجاري بإجراء 23 عملية قلب مفتوح، إضافة إلى 26 عملية قسطرة للأطفال. ومن المتوقع أن يصل عدد الأطفال المستفيدين إلى 60 طفلا ما بين القسطرة والقلب المفتوح. وتتكون البعثة من 24 طبيبا وأخصائيا في مجال التشوهات والقلب بالتعاون مع أخصائيين موريتانيين من المركز. افتتح وزير الصيد والاقتصاد البحري ناني والشروق يوم أمس الثلاثاء في نواذيبو حملة شرح وتعميم للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للترتيبات الجديدة المتخذة في إطار استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري لعام 2015 إلى غاية العام 2019. وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري إن هذه الحملة تأتي تتويجا لمسار التشاور حول قطاع الصيد الذي تم إشراك جميع المعنيين في صياغة النصوص التي تمخضت عنه والتي تسعى الوزارة إلى وضعها موضع التنفيذ. وأكد أن الهدف من هذه النصوص هو تحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة أساسا في حماية الثروة وتعظيم انعكاسها على التنمية الاقتصادية للبلد وعدالة توزيع المتاح منها على حد تعبيره. قال وزير الخارجية الموريتاني حمادي والميمو خلال رده على سؤال من النائب زينب منتتقي إن الحكومة تواصل الجهود يوميا من أجل إطلاق سراح والصلاح وتعمل من أجل ذلك، وإن الأمور مبشرة وإنهم لن يهدأ لهم بال حتى يطلق سراح والصلاح. وقال إنه خلال هذا الأسبوع اتصل بالجهات المعنية وإن أملهم بنتيجة مجددة كما وإنهم أعطوهم أملا بنتيجة مغايرة كما حصلوا عليها من قبل في قضية محمد والعبد العزيز الذي عاد إلى أهله سالما. والمهم أكد أن تأجيج بعض الأمور غير مفيد وأن الحكومة لم تدخر
أي جهد في أن يتمتع كل موريتاني بحقوقه وحرياته داخل القانون، ويتوقعون أن يجدوا تلك النتائج، وأن الحكومة ليست هي من سلم والصلاح ولا غيره، وأنها منذ تسلمت مقاليد الأمر ظهر دفاعها عن المواطن في كل مكان، حيث جلبت المواطنين من كل مناطق النزاع في اليمن وليبيا وإفريقيا الوسطى، وأن كل مواطن موريتاني يعاني يقومون بتسوية أموره، وأنهم حكومة الشعب وكل عملهم من أجل الشعب وتسوية أموره. وقال وزير الخارجية إنه سيوصل الكتاب إلى الرئيس رغم أن لديه نسخة منه، وأنه حريص على قراءة أي كتاب جديد في الساحة. وكان ويل صلاح قد اعتقل سنة 2001، حيث سلم للحكومة الأمريكية بتهمة التورط في أعمال إرهابية قبل أن تبرئه أمريكا سنة 2010. يعقوب سيدي عبد الله أعد عن الموضوع تقريرا. بعد تسليمه للحكومة الأمريكية سنة 2001 من طرف الحكومة الموريتانية وتعرضه لأشكال وأنواع التعذيب، وبعد سنوات عديدة وهو في سجن غوانتانامو، قامت النائب عن حزب التواصل زينب متتقي بمسألة وزير الخارجية الموريتاني حماد والميمو عن عدم استلام الحكومة الموريتانية لمحمد ويل صلاح بعد ثبوت براءته. وكانت المحكمة الفيدرالية الأمريكية قد أصدرت سنة 2010 حكما يتضمن براءته. وفي 22 مارس 2010 اصدر حكم بتبرئة محمد ويل صلاح بكل التهم المنسوبة إليه. عرف ذيك التهم اللي وجهت له موريتاني وحقق معاه وسلم، معناها هي الاخرى ما هي خالقه، محمد وما هو متهم. وللاسف يحز في نفسي نبلغكم ونبلغ الحكومه من خلالكم ونبلغ هذه الغرفه الموقره من وراها الشعب الموريتاني عن محمد ويل صلاح، رغم انه هو السجين الوحيد اللي سلمته بلاده، هو السجين الوحيد كذلك الذي لم تسأل عنه بلاده ولا حكومة بلاده إلى الآن. ونين نقولهم بلاده، نتكلم عن الحكومة. المحققين قالوا لمحمد ويل صلاح حكومتك ماذا تسولت عنك؟ آخر اتصال مع محمد ويل صلاح عن طريق الصليب الأحمر قال هذا المعطى عن حكومته ماذا تسولت عنه؟ هو من 2010 يلا موريتانيا تستلم. معناها عندنا الشمل الأمور الأخرى اللي لاحقة بهذا الإهمال هي عن أسرة محمد ويل صلاح إلى الآن لم تحظى بلفتة كريمة من هذا النظام، لم يستقبلهم كما استقبل غيرهم من 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 السجناء من ضحايا، استقبل أسرته للنجيب ومباركين له مباركين لأهله للشعب الموريتاني إطلاق سراحه يقير بقى محمد ويل صلاح. الحكومة ما الرئيس ما قد قابل أهله ولا قد ما قد تطلعهم ولا قد تطلعتهم الحكومة إلى عادهم شيء إجراء، والله متابعة، والله جهد مبذول ما قد تطلعهم عليه ولا قد تنداروا في الصورة مهملين، ولا كأن محمد الصلاحي لابو محمد ويل صلاحي لابو وكيله. سيد الوزير، بعد سنة ونص أو سنتين بشكل دقيق من حكم محمد عبد العزيز، قال الأسرة أهل النجيب عن يوم الخميس المقبل عن راه ولا ينطلق سجناء غوانتانامو، وإلى الآن لم يطلق سراح محمد ويل صلاح. معناه إلى عادهم نختاروا إلى عادهم إجراء، هذا هو محل السؤال سيد الوزير، إلى عاد اللي الحكومة الموريتانية عندها قناة تتصل بها، والله عندها إجراء، والله عندها متابعة في ملف محمد ويل صلاح، يالتها تقولها للشعب الموريتاني ياك ما نعودوا تحسوا بالخجل والعار فعلا الين يعود المحققين والقضاة والناس اللي مخول لها زيارة سجن غوانتانامو تقول عنا دولة للأسف عبارة جات في يوميات محمد وما هو القايلها قيل ناقلها عن العالم الآخر اللي يستغرب ومستهجن عودان حكومة موري ما سولت عنه. قالوا له المحققين اللي عادوا حاسين عن سجن غوانتانامو عبء عليهم وعبء على قيمهم اللي مزيفة للأسف، قالوا له دولتك ساقطة. أنا نقول هون عن الشعب الموريتاني كامل يتألم المعاناة محمد ويل صلاح، وعنا ما لنا دولة ساقطة للأسف، نختاروا حكومتنا تسمع لك العادي قال عنا وتعرف عنها قدام مسؤولية تاريخية.
والميمو أوضح أن الحكومة الموريتانية لم تقصر في حق المعتقل الموريتاني محمد ورسلاحي، وأكد أن الدبلوماسية الموريتانية شهدت تطورا ستنعكس نتائجه على كل مواطن موريتاني، وأن الدولة تبذل كل ما بوسعها لمصلحة كل المواطنين. نختار ننفي تماما على أن الحكومة الموريتانية ما تقد أبدا تعود أي ضد أي مواطن موريتاني يسفه منه، واللي تسعى فيه هو العمل الجاد حثيث من أجل رقي الموريتانيين، ويظهر هذا جليا في عملها وفي الإنجازات اللي تحققت تحت القيادة الرشيدة الفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز. سياسته الدبلوماسية على الخصوص شهدت الأونة الأخيرة تطور كبير ومهم، وهذا بدفع من فخامة الرئيس طبعا، ونختار نقول على أن هذا التطور أنه الهدف الأساسي منه هو المواطن الموريتاني، لأن الحكومة الحالية وقالتها النائبة المحترمة الموقرة أنها ما عندها مسؤولية في ذا اللي خلق، ولا قطعات عندها مسؤولية في معاناة أي موريتاني يسوى لا سيما محمد الصلاحي. هكذا أوضح وزير الخارجية أن الدولة لا تقصر في حق المواطنين، وإنما تسعى لخدمتهم في كل الأمور. فهل ستتمكن الحكومة الموريتانية من تسلم السجين محمد ورسلاحي، أم أنها ستفشل في ذلك؟ يعقوب سيد عبد الله، الوطنية. وسنعود لفتح هذا الملف في فقرة الحدث الأبرز خلال مسائيتنا لهذا اليوم. تشارك موريتانيا بالعاصمة السنغالية دكار اليوم الأربعاء في الاجتماع الدوري لوزراء الدول الأعضاء في مجموعة الساحل المكلفين بالتنمية الريفية. وتمثل موريتانيا في هذه الدورة أو تمثل موريتانيا في هذه الدورة لامينة منت القطب والمما وزيرة الزراعة، التي غادرت نواكشوط مساء أمس الثلاثاء متوجهة إلى السنغال، وستناقش هذه الدورة التي تنعقد بمشاركة الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل وممثلين لعدد من الممولين الدوليين البرامج المنفذة المنفذة للعام الجاري وتلك المزمع تنفيذها للعام القادم بهدف الحصول على التمويلات اللازمة. نظم المركز الموريتاني للإعلام والتنمية ندوة بمناسبة انطلاق أنشطته بحضور جمع كبير من السياسيين والمثقفين والإعلاميين. صلاح الدين ستحمد معه المزيد. تحت عنوان حرية التعبير والضوابط المهنية في الإعلام، نظم المركز الموريتاني للإعلام والتنمية ندوة بمناسبة انطلاق أنشطته بحضور جمع كبير من السياسيين والمثقفين والإعلاميين. وتحدث الأمين العام للمركز عن أن المركز تأسس على نخبة من المثقفين والإعلاميين ترى ضرورة التحلي بالأخلاقيات العامة للمهنة الصحفية، وأنهم في المركز يقدمون نموذجا ساميا لذلك. هذا المركز أسسنا احنا مجموعة من شباب موريتاني والنخبة الإعلامية، وهدفنا به ان نساهموا في هذا حق الاعلام الموجود اليوم في الساحه والحريه الاعلاميه الموجوده، وراجين ان شاء الله ان نوفقوا في مسطرتنا وبرنامجنا اللي اطرحنا وننجحوا فيه. واساسي عندنا ان نحافظ مكسب حريه الاعلام بطريقه مهنيه وعلميه، وهم عندنا بذلك ان نقوم بمجموعه من الدراسات للمجال التنموي المجال الاعلامي. وشدد المشاركون في الندوة على أن حرية التعبير تأخذ شرعيتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرين إلى ضرورة التحلي بالضوابط المهنية، وأنه في إطار حرية التعبير يوجد ما هو مسموح وما هو ممنوع وخصوصيات وقيم لا بد من أخذها بعين الاعتبار. وهذه في الحقيقة نوع من الندوات مهم، ويدخل في إطار تعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير اللي في الحقيقة سلطات فاتحة لها المجال، وهذا مما يعزز الديمقراطية حيث أن احترام الرأي الآخر وأخذ بعين الاعتبار يعني من الأمور التي تعزز الديمقراطية. لكن في الحقيقة ذلك الضوابط يعني يعود المهن الصحافي يعود عنده ضوابط مهنية يتحرى من خلالها صدق الخبر.
في موريتانيا تتجلى حرية التعبير، حيث تم إلقاء عقوبة الحبس على النشر، وتم فتح فضاء السمعي البصري وتحويل عدد من وسائل الإعلام العمومية إلى شركات مساهمة للخدمة العمومية، مما سبب انتشار الصحافة الحرة بجميع أشكالها مع مساعدة الدولة لها في توصيل رسالتها النبيلة. صلاح الدين سيد أحمد، الوطنية. أصدر حزب العمل والوحدة الوطنية اليوم بيانا بهدف إنارة الرأي العام حول إخفاقات وأخطاء النظام الحالي حسب قولهم، كما أعلنوا أنهم يعتبرون أي حوار تجريه أي جهة سياسية أو تقليدية مع النظام الحالي هو خيانة وطنية تستوجب المواجهة بشتى الوسائل المتاحة حسب ما جاء في البيان. أكد الصيادلة المتظاهرون اليوم أن قرار التعميم ينافي مصلحة الجميع وأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا القرار، كما أكدوا على أنه لا يخدم أصحاب المستودعات أيضا لأنهم يستثمرون في المجال منذ فترة، وهو ما قد يسبب لهم أضرارا مادية مما جعلهم يطالبون الجهات المعنية بالعدول عن قرارها. هذا التعميم في الحقيقة لا يخدم المواطن بأي صفة مهما كان طبيعتها، ولا يخدم كذلك ولي أصحاب هذه المستودعات الصيدلانية، نظرا لأنه في الحقيقة لا نلتمس فيه أي مصلحة عامة. نظمت مجموعة من الممرضين والقابلات وقفة احتجاجية اليوم أمام القصر الرئاسي، أكدوا من خلالها أنهم تخرجوا منذ سنة 2013، ولذلك فهم يطالبون الدولة باكتتابهم لحاجتهم الماسة حسب قولهم. قابلات وممرضين وندوروا للاكتتاب ومطالبين بالاكتتاب فورا، والطاقم الصحي فاصل فينا ونحن فاصلين فروسنا، ويالتكم تكتتبونا ومصوتين ومعيطين وندوروا للاكتتاب، وجايين واقفين وقفة واحدة، واقفين وقفة واحدة من يومنا هذا إلى نهاية لها. من الشأن الداخلي إلى الشأن الخارجي في جديد المختصرات الدولية مع الزميل عبد القادر ميارة. وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر للعاصمة العراقية بغداد يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع قادة عسكريين أمريكيين وبحث سبل تصعيد الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وكان كارتر قال في مستهل جولته بمنطقة الشرق الأوسط إنه سيتحدث للقادة للاطلاع على آخر قراءة لهم لوضع على أرض المعركة، وكذلك رأيهم بشأن السبل التي يمكننا من خلالها تسريع الحملة لهزيمة الدولة الإسلامية ويسيطر التنظيم المتشدد على مساحة واسعة من الأراضي في العراق وسوريا. قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو ريتسي يوم الأربعاء إن أوروبا والدول الغربية أخرى ستراجع على رجح العقوبات التي تفرضها على روسيا خلال الأشهر القادمة. وقال ريتسي في مقابلة مع الإذاعة الإيطالية، من الواضح أن موقفنا متسق مع المجتمع الغربي الدولي، لكن أعتقد أن حزمة العقوبات هذه سيعاد النظر فيها ليس خلال الساعات القليلة القادمة بل خلال الشهور القادمة. اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الأربعاء تركيا بأنها أوقفت عددا من اللاجئين السوريين والعراقيين وأساءت معاملتهم وإعادتهم إلى بلدهم منذ سبتمبر الماضي. وكتبت المنظمة غير الحكومية في التقرير الذي نشر عشية قمة الاتحاد الأوروبي حول أزمة المهاجرين ومؤسسة المناقشة حول الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، قامت حكومة أنقرة بتوقيف واحتجاز عدد كبير جدا ربما مئات اللاجئين وطالبي اللجوء. أجرت رئيسة وزراء النرويج تعديدا وزاريا يوم الأربعاء لاستحداث وزارة جديدة للهجرة مع تعرض حكومة الأقلية اليمينية التي ترأسها لضغوط تشديد القيود على طالب حق اللجوء. وشكل حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء ائتلافا حاكيا مع حزب التقدم المناهض للهجرة التي تنتمي له سيف إيسن وزارة المالية، وستظل في الحكومة بعد التعديل. رياضيا في هذه المسائية، يترقب الشارع الرياضي هذه الأيام ما ستسفر عنه تتويجات الموسم الكروي المنقضي، قراءة في الترشيحات النهائية مع كابتن نونو. بعد أن جفت ينابع الموسم المنقضي وسالت أودية من الحالي، ها هو الشارع الكروي يستعد لمعرفة من سيتوجون أبطالا في ليلة توزيع الاتحادية الموريتانية لكرة القدم لجوائزها في 18 من الشهر الجاري. الجوائز هذا العام اقتصرت على أفضل حكم إلى جانب أفضل مسير وأفضل هداف وصاحب أجمل هدف، فضلا عن أفضل لاعب صاعد وأفضل مدرب، ناهيك عن الفريق المثالي وأفضل لاعب محلي وأفضل لاعب محترف. من أبرز المرشحين لجوائز هذا العام في أحسن لاعب محلي
ماما دنياس لاعب الوئام السابقة وأفسن واديبو حاليا وبيجي لبابكر سالم لاعب نادي الإقصار ويعقوب دينا لاعب نادي تفرغ زينة في استبعاد واضح لأسماء على رأسها المتألق مهندس الوسط تقي الله الدنا وفي أحسن مدربين حصر التنافس بين المخضرم بيراما جاي وبابكر جوب وإريك مار أما أحسن مسيرين في تنازعها كل من الشيخ ولي الغرابي رئيس نادي الإقصار وموسى الخيري رئيس نادي أفسة تفرغ زينة وفي أحسن لاعبين صاعد وقع الاختيار على محمد عبد الرحمن من نادي تجكجة وألسان جاب من أفسا واديبو وعبد الشماد من الإقصار. يأتي هذا فيما أبقت جائزة أحسن لاعب محترف على كل من مولاي أحمد خليل بسام المحترف في قسطنطين الجزائري وعبد الباع المحترف في لانس الفرنسي وزميله في الدوري ذاته جيجيلي جالو. في انتظار ما ستسفر عنه الترشيحات النهائية تبقى الجماهير الرياضية غير راضية عن التعتيم الذي شهدته عملية اختيار المرشحين ويبقى الحفل مسرحا مفتوحا لكل الاسكاتشات ما لم يجد جديدا.